إن موضوعنا هذه الليلة عن الأغاني وما أدراك ما الأغاني التي أفسدت شباب وفتيات هذه الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين أولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. هناك الكثير من الناس أيها الأخوة في هذا الزمان وغيره يصد الناس عن ذكر الله وطاعته بآلات الغناء والملاهي، فهذا الشخص الذي يجلب آلات الغناء والملاهي ويبيعها للناس أو يتغنى بنفسه أو ينشرها بين الناس أضل نفسه أولاً